initial carriers, تمام. Management of non-carriers teams. Today we will talk about management of deep-seated carriers. Deep-seated carriers, كلكم يجوكم وشايفين يعني there is carriers cavitation. There is cavitation. زين. فهي شنو ال possibility of the يعني ال treatment اللي ممكن we will face for these cases. It is either after cleaning, either no exposure. ما عندنا أي exposure, we clean, lining, lining, amalgam, والمسألة أتر. Or we will do indirect pulp cupping. There is a slight caries. ليش هسه جايين؟ شنو قصة ساعة بيش؟ هسه يلا 9:30. هسه 9:30؟ هسه 9:30. عادي or indirect pulp cupping. Indirect pulp cupping هسه كلتها نحكيها بالتفصيل. leave affected dentine. Okay? And then the soft dentine اللي نعتبره احنا caries. احنا مو دائما remove all the soft dentine or caries. وهنا leave the layer or affected dentine. والبوت دريسنج اون ات ويعني هسه نجيها بالتفصيل بس هذا المخطط على مود تصير عندكم فد ايماجينري على المحاضره كلها زين او الاحتماليه اللي هو ذير از بولب اكسبوجر يعني هنا بكل الاحوال نو اكسبوجر او نا بولب اكسبوجر البولب اكسبوجر either traumatic exposure انتو تسووا هو مو شو اسمه traumatic وبهيج حالة either direct pulp cupping اللي هو اكثر شيء يفيدنا او نوبات اذا ما يفيدنا after follow up نشوف بعد prognosis نسوي endo و او عندنا اللي هو non vital exposure التوث non vital هذا ما بيها مجال لازم نسوي له اندو لهذا بالهستري دائما الفيتاليتي بالديب سيتد كيريز فيتاليتي اوف ذا توث از فيري امبورتنت يعني ركزوا عليها لان من التوث نون فيتال معناته اندو ما بها مجال لا دايركت ولا اندايركت ولا اي شيء ولا فولو اب نون فيتال هو المفروض فيتاليتي تيست بس احنا طبعا ما عندنا انتم تقدرون من الهستري مال بيشنت زين اذا يقول سنسيشن من الكولد ابلكيشن الكولد ابلكيشن الهوت ابلكيشن للعلم هسه ناخذها بالبلب ديزيز الهوت ابلكيشن مو دلاله على الفيتاليتي الكولد ابلكيشن يعني لين احنا ما عندنا لا بلب تستر ولا هالشغلات تقدرون كلش تبلشون without anesthesia start to do cavity without anesthesia زين وهم you will see the response of the patient a response معناته vital يعني لهذا المانجمنت مالتي من vital تماما يختلف عن non vital النون فايتال رأسا من البداية واخصمها ويا البيشنت لأن هذه شغلة الاندو مو شغلة هينة فيزيتس وما ادري شنو وفولو اب وهالمسائل اخصمها للبيشنت يابا هذا انت رايت له اندو كذا وكذا زين في حين الفايتال لا هذه البوسيبيليتيز اللي قلنا عليها طبعا هنا هذه اخذناها disclosing solution الام مالتها شنو هو to distinguish between affected and infected ها كلها شرحناها هذه يعني الستين اللي هي يعني يصير يعني colored للinfected just infected تمام الaffected
يعني توصل مرحلة زين إنه هو affected ما يصير بها أي استين I will stop removing the soft denties two types اللي هي basic fusogen و acid rate solution هي هذه اللي نستعملها نسميها disclosing solution أو يعني هذه كلها شعبية. نجي الشغلة المهمة عندنا هي هسه محاضرتنا هي البالب كابينج بشكل عام. كابينج ايش تقصد به؟ كفر تمام لو لا؟ كفر وذ دريسنج. الدريسنج عادة اللي هنا نستعمله هو الدايكا زين؟ كالسيوم هيدروكسيد هو لو اكو الـ MTA والبيودنتين والثريكال يعني اكو بس اللي هنا نستعمله هو الدايكا اوكي؟ فهنا تو تايب اوف بالب كابينج الدايركت بالب كابينج والاندايركت بالب كابينج هسه نشوف احنا الفرق بيناتهم شنو؟ هي كجنرال كونسيدريشن بالنسبه للبالب كابينج بصوره عامه زين؟ ذا توث شود بي فايتال زين؟ قلنا النون فايتال احنا نقرر الجسم هاي نو اني ساينز اوف باثولوجيكال ابيكال باثوجينيسيس اوكي ما عندي لا عندي فد يعني شوايدنينج باليودنتال ليجمنت يعني هذه ضروري الاكس راي كلش مهمة اكس راي هنا مو حتى اشوف الديبث اوف ذا كيريز واصل للبابلولا ترى ما اقدر احدد زين اشوف احتمال ديب لو انيشال اي بس مالت اني اشوف انه هذا واصل ما اقول ما نقدر بالاكس راي عادي فهذه كلش مهم يعني نو ايفيدنس اوف بري ابيكال ليجن بالب هيلث شود بي زين لان هي تعتمد السكسس على الجوال فالحسن ها عيني widening معناته non-vital هذا يعني as simple as شوفون اكو widening من وصل للperiodontal ligament المسألة معناتها اي يعني مو شرط تشوفون periapical lesion radiolucent يجي يعني واضحة يلي معناته widening معناته هو نظر فأقرر الاندو هلا دكتورة وين وصلت ورقة الحضور؟ هسه بس يكملوها اوكي هسه نجي بالنسبة الاندايركت بولد كابينج الاندايركت بولد كابينج شي يصير عندي؟ اكو اني عندي a lot of caries soft caries ورا ما اشيل all the infected caries infected dentin قلنا نوصل نوصل إلى الأفكت الدنتين ليش متأخرين؟ زين؟ after removing راح تبقى لي عندي شنو؟ layer very thin layer طبعاً إحنا اللي 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 المشكلة المتعارف عليه اللي دا يصير انه يظل ريموف السوفت كيريز يبقى في منطقة يخاف يوصل والله شنو راح اخاف يصير اكسبوجر اعوفها اخلي اسوي اندايركت بولب كابينج احسن غلط زين اولا المفروض اني بس all the infected caries should be removed هذه النير ذا بولب اما all the affected and infected on the wall should be removed هذه على الوال اللي بعيده عن البالب بس اللي قريبه على البالب الaffected caries I will leave it هذه ما معقوله هذه فت very very thin layer كلش بالنسبه يعني لكم شويه صعبه تفرزنوها احنا اكسبيرينس هاي ممكن نفرزنها زين او المفروض disclosing solution اكو بحيث تقدرون انتم سهله يعني تفرزنوها اوكي بس اما ما لا تعوف لي طبقه هالثقنات ما ممكن لان هنا
السكسس اوف الدايركت بوب كابينج راح يعتمد على الـ يعني الاريا شود بي فري اوف مايكرو اورجانيزم. بتعرفون شنو؟ او على الاقل اليمينيشن ذا مايكرو اورجانيزم از ماتش از وي كان نشيل. زين اما يصير اكسبوجر او فو يصير اكسبوجر يعني سو وات؟ لا بالعكس راسا اقول للبيشنت يابا هذا يراد له اندو تنتهي المساله. زين اما مالت لا اخليه بلكي بلكي على الجسم يصير بلكي على الدايكال. ماكو هيك شيء ترى يعني هواي ترى اطباء اسنان يشتغلون هالطريقه هذه اللي هي غلط. تشوفه اوكي هو يمشي وما عنده بين ورا ثلاث اربع اشهر يجي هيك وكم مره. يلا ليش متاخره هالقد؟ زين فالفكره هنا زين شنو الفكره مالت اللي دا يصير عندنا؟ احنا شرحنا لكم بوقتها الارست كيريز شلون يصير تمام. لا الفكره انه هل افكتد كيريز احوله الى ارست دنتي. فكرتي ترى تختلف تماما عن الدايركت بوب كابينج. دايركت بوب كابينج شكل شغله وهذا شكل شغله. زين الاندايركت بوب كابينج هو تو تشينج ذا افكتد دنتين انتو ارستد دنتين. اوكي هذه ارد اني ناطيتكم اياها بدايه السنه بس على مود نذكركم بيها الشيء اللي دا يصير هنا. When there is a reduction in the number of bacteria هنا اللي دي يصير عندي شنو ال pH هنا ال pH will be increased. Okay then هنا المينرال صور شو يصير بيها accumulated near the dentinal opening. زين هذه المينرالز تتحول الى تراي كالسيوم فوسفيت اللي يصير اكبر. زين بعدين شو يصير كلوز ذا اوبننج اوف ذا دنتينال تيوب. اوكي فلهذا احنا شو نشوف يعني احيانا نشوف اللي نشوفه فيصير ارستد. اللي نشوفه هي لاير لاير كلش فيري هارد لاير بس بنفس الوقت الكلر مالتها دائما دارك ايذر براون اور بلاك. اللي هوايه نوبات نقول لكم لا تشيلوا اوفو او عوفو هذا ارستد كيرز. زين فهي الفكره انه احول هذه هالمينرالز انتو لارج بارتيكل تو كلوز ذا دنتينال تيوب. هي هاي فكره الارستد دنتين. زين هنا الانديكيشن قلناها شو اسمه فايتال توث نو موبيليتي نو ايفيدنس اوف بيري ابيكال ليجن من هالشغلات هذه نو ريزوبشن. الكونتر انديكيشن الكلش مهم مالته نو اكسبوجر يعني مجرد طلع شويه صار عندي بليدنج بعد ما يفيده الاندايركت بوب كابينج. زين خلاص هو راح لا راح يفيده الدايركت بوب كابينج ولا الاندايركت بوب كابينج لان الدايركت بوب كابينج هو جاست اونلي فور تروماتيك اكسبوجر ده تشتغلون ونضيف وهفيتوا مثل الكيسات مالت الامتحان البارحه بس الله وحده كان واقف للبيشنت ماكو. زين هوايه من عندكم جيت وانا ايش قد قايله لكم وارد وعيد يابا من عندكم سبوت ديب لا تنزلون بكل الجسمه. زين بس على قد السبوت تنزلوا لان انتم تدرون ايش تسوون انتم من دا يصير هيك هالكاتنج والله شنو دا اسوي البابل فلور عدل وين اكو هيك شيء انتم من دا تمشون عدل انتم دا تتخيلون البالب تشامبر شلونه؟ بالب تشامبر صاير من النص تمام لو لا؟ كونفكس بعدين يرجع البالب عالي عالي يصير
فهذا احتمال بالتعديل بالتعديل وسويتوا تروماتيك اكسبوجر. التروماتيك اكسبوجر يرهم له الدايركت بوب كابينج، بينما انا اذا عندي كيريز غايتي الدايركت بوب كابينج ما يفيده اذا يصير اكسبوجر. فالشغله كلش مهمه هي الكونترا انديكيشن، هي لما عندي اكسبوجر، لما عندي ابيكال ليشن اور نون فايتال توث او موبيلتي، هاي الشغلات كلها كونترا انديكيشن. زين دكتور وش الفرق بين دايركت والاندايركت؟ شنو الفرق؟ يعني كتكنيك لو هسه انا اللي حكيتها كميكانيزم هسه، اما بالشغل هسه راح نحكيها. زين؟ بالنسبه للكلينيكال تكنيك اللي هي شلون نسويها. زين؟ الكلينيكال تكنيك فيرست اوف اول طبعا الكليننج للدراينس. أنا من أخلي بالي هذا indirect coming أدير بالي المفروض دراينس وربر دام أحاول أحافظ يعني السلايفة إجكتر ما تنزل من حلقة يعني بطريقة، لأن هذه عندي أني salivation contamination. زين دي يصير هنا أنا عندي وراها remove the caries all the caries on the wall أي شيء. المكان اللي near the pulp زين a thin very thin layer of dentin which is affected of dentin، لأن هذه يعني يصير عندي إحساس إنه هذه أني طبقة إذا if I remove it راح يصير عندي exposure، فهيك يعني. زين ف better than exposure ورا ما أني متأكدة من التوث. زين ايش اسوي؟ وبوت ادريسنج. ادريسنج هنا الكالسيوم هيدروكسيد الدايكال. زين ورا الدايكال هي وي ويل بوت تمبرري فيلينج بس نوت ذا اوردينري تمبرري فيلينج، هاي الاي ار ام اللي هي الانترميديت ريستوراتيف ماتيريال اللي هي تكون هارد نفس اللي دا تستعملوها انتم، اكو زينكوكس اديجنال تمبرري فيلنج اللي يصير فيري سوفت ما تفيد بهالحاله. زين انا اريد شويه ماتيريال هارد وبنفس الوقت ما نريد نستعمل احنا، شوفوا الفرق هسه نحكي مثل الدايركت بول كابينج نخلي له بيرمننت ريستوريشن، لان انا راح اشيله بعدين. اوكي خليت هاي الطبقه انطي البيشنت اقول له ورا اسبوعين زين او اسبوعين ثلاثه بهيج حاله ايش نسوي؟ ها ورا 6 الى 8 اسابيع نعم 6 to 8 week منو ما مسجل؟ لان عددكم اكثر اللي هي هاجر يمكن منو؟ هاجر حذفت اسمها رجعت هاجر اللي حذفته اسمها رجعت شلتيه غير؟ ها يعني انتي لعد سجلتي يعني كتبتي مرة ثانية هاجر كتبتي بالبداية لا ما كتبت اصلا بالبداية هاجر خميس هاجر خميس هسه على كل ان اللي ناسي اسمه يقول لي ويجي علي كل رابعنا اكو حد من غير مرحلة داخلية خلاص لا ما حسب اي لا عندنا ضيف عندنا ضيف اكو ضيف منو هذا ما حسبته ما حسبته صغير ما حسبته لا ما حاسبته صغير اكو اكو ها اكو يلا ها هي هاي 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 تسلمين عيني دكتور اشكرك يلا كافي زين هسه هذه افتر 6 تو 12 يعني اني اعوف هذا على هالوضعيه ايفالويشن اسوي له ايفالويشن هو نوت ريموف ذا فلنج ايفالويشن للبيشنت
اخذ هيستوري مالته، اكو بين التندرنس اللي هذه هالشغلات هذه كليتها، اخذ له اكس راي، اخاف اكو ايفيدنس اوف باثوسيس، اخاف اكو دايليتيشن، هالشغلات هكذا، لان اي ساينز من هالشغلات معناتها تسوي عنده ماكو داعي ينتظر. زين هالفتره هذه اوكي دكتور انا هاي في الليل العفنات يعني هي من 2 الى 3 ويكس مع عيني بس هاي في الليل العفناها اي البس على البال اي هاي بيها كاريز افكتد يعني نط انفكتد على كل بس هو نعتبره احنا كاريز فيري ثلية زين اشوفه هذا ورا الايفالويشن ورا شهرين الى 3 البيشنت another appointment remove the فلن كليتها and remove the diecal نفس الوقت شوف شوف الفرق بينه وبين الدايركت remove the diecal ها ليش حتى to evaluate if this affected change into arrested or not تمام لو لا اتاكد من اشوفه هارد اوكي الشغله اني اكمل ذاك الوقت بيرمننت ريستوريشن وبنفس الوقت انا مسويت له ايفالويشن للفايتاليتي ومسويت له ايفالويشن بالاكس راي وهالشغلات لا والله بعده سوفت ممكن انه وما عندي اي 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 يعني يعني ايفيدنس اوف باثوسيس او شيء طبيعي اخليه بعد اعرفه فتره معينه يعني اذا انا ريموف ذا تي اف افتر 2 مانث اعرف اسوي 3 مانث ورا الثري مانث بعد يعني ما فيها فائدة زين أوكي فلازم لازم نشيله وندير بالنا من الريموفت لأن أحيانا ويا الريموفت يصير الأكسبوجر زين بكيفه مو أجيب يعني بس لاتفة أكسكافيتر هلا كيفي وما يكون شارب هلا أكسكافيتر مو أجي أني بالبروب أقول له هيك وأتوقع لي أذنت اللي زين زين السكسس راح يعتمد هنا راح يعتمد على الايج كلش مهم اليانج بيتر ذان اولد بيشنت السايز اوف ذا اريا اللي عفناها اذا لارج اريا تصير باد بروجنوسيس الفايتاليتي اعتيادي يعني هذه الشغلات هذه بالنسبه للدايركت بودكاست هاي الأوبجكتيف وهالشغلات كليتها هذه شرحناها الكونكلوجن على هالشي كله هو سواء دايركت أو اندايركت أو إيفن اندو الشي المهم هو السيلكشن أوف ذا كيس يعني أنتوا يجيكم بيشنت يعني هنا مثلا أنا هنا أبدا ما أخليكم تسوون اندايركت يعني يجيكم هو جاي مدري مين يريد يفضها بجلسة واحدة مدري شنو تقول له روح وتعال يعني patient education is very important for these cases زين شو أنا هنا بالنسبة إلى management مالت هيك كيسات even the affected اللي أنا شاكة بيهم أقول له شيله لأن على مود أذبحها على قبلة ها هي هو إكزو إكزو إندو لا لا بتر وهي مشكلة الاندو شنو مشكلتي أنا كل ما أخره كل ما أخره مو من صالح البيشنت كل ما أسويه أوكت أفضل زين بعده توث فايتال ماكو أبيكال ليجين ماكو مدري شنو البروغنوسيس يصير بتر فماكو داعي أنا أعرف هذا البيشنت ما يقدر يروح ويجي وفي شغلات أو زين ليش دا أقول له روح ويروح أقول له تعالي ورا شهرين وهو يمكن ورا سنة إلى أن يعيد عليه سنة ويجوه فهذا selection of the case very important أنتوا بالمستقبل العيادات أو فتشي لازم أنتوا تسووا selection البيشنت يا بالبيشنت تفهموا بيك حال تروح وتجي واحتمال تنجح واحتمال تفشل أكون صريحة ويا البيشنت إيه ها هي قلع الهياء اقلع الهياء لا تقول حرامات مو قصة حرامات هو بس هو قصة sooner or later هو he will extract it يعني هذا البيشنت يعني رغبة البيشنت كلش مهمة لا
حرامات هو نفس النتيجة، إذا عافى وها نفس النتيجة بالعكس راح يأثر على شلون عندي بدها تشعليها ما وهي تشعليها. انت المهم تقول لي، انت المهم صريح تكون وياه. لعد هي زين تخليه يجي مرتين ثلاثة انت اللي تقول لي الراد لا اكزو هذه احسن زين. شي يسوي والله العظيم شي يسوي من البداية والاحسن من عنده هو من البداية. ها شحنت شي بساعة ها قلت لي بس ما زين. فهو هذا واحد يكون صريح ويا البيش. هسه نجي الى هذه هيجي زين. نجي الى الشغله الثانيه اللي هي دايركت بولك كابينج. هسه عرفنا الاندايركت بولك كابينج